ضيف حلقة كلم ربنا النهاردة بسأله عن ربنا وعن علاقته بيه. بقول له أنا ربنا بالنسبة لي صديقي، بحكي معاه كل حاجة تلم بيه، وبحكي له عن صديق آخر بقول لي ده حبيبي. فبقول له أنت بالنسبة لك ربنا إيه؟ قال لي أنا بالنسبة لي ربنا مقيل العثرات، أنا ربنا بيسترني طول الوقت، أنا عندي مشاكل طول الوقت وطول الوقت بيحلها لي. فبيقول لي كمان إنه ماشي مع ربنا بالستر، هو بيحب الستر، أنا طول الوقت مستور لأن أنا طول الوقت غلطان، فبين خطأي وبين ستره أنا عايش. الكاتب الصحفي والصديق محمود مملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24. رمضان كريم. الله أكرم أستاذ أحمد، أنا وقفت قدام المقدمة وجسمي أشعر. أولا بشكرك وعلى الاستضافة، وكل سنة وكل المستمعين بخير. مبسوط وفخور ان انا ضيف في كلام ربنا، البرنامج اللي عمل مواسم ناجحة كبيرة مع قامات ورموز وطنية معروف لها النزاهة والكفاهة وكمان النجاح. الجزء مش بس ديني زي ما كنا بنتكلم، الاهم فيه ان هو انساني. انت زي ما قلت صديقي ربنا، حبيبي ربنا، انا بالنسبه لي ربنا مقيد العصرات وسترني، والحمد لله دايما بقول يا رب استر. انت بتقول لي بين الخطا والستر ماشي، عندي خطا وعنده ستر، فالدنيا ماشيه معاك. ايه العلاقه دي بقى؟ الناس طول الوقت بتشوف الجانب الايجابي، ودايما يقول لك الجمال في عين الراي، بس الحقيقه ان ربنا اللي محلينا في عيون الناس. احنا ربنا كرمنا او يعني نحسبنا على خير ان احنا ناجحين ومجتهدين وكذا وكذا، لكن الاساس او الاهم ان احنا مستورين، انه لولا ستر الله علينا ما كناش وصلنا لكل ده، ما كناش عملنا كل ده، ما كناش بقينا يعني بهذا النجاح، يعني انجاز التعبير. ربنا في كل المشاكل الواحد بيغلط كتير، سواء دنيا او في شغل، واخطاء قد تبدو يعني كوارث، انت ايدك في الشغلانه وعارف يعني دايما لطف الله موجود. ربنا لطيف، رحيم، حاضر بقوه يعني، وهو يعني من بسبب الحمد لله بيعملنا بالرحمه للستر للستر، فعارف ان احنا يعني بنبقى قصدنا خير، ويبقى مش قصدين يعني سوء او شيء فبينجينا. فربنا المنجي، يبقى قلنا الساتر واللطيف والمنجي. طيب انت قلت لي ان عندك قصة ستوري تستحق ان تروى بينك وبين ربنا عز وجل، وتكلمت مع ربنا بذهنك وحضورك، ممكن تحكي لي انت امتى كلمت ربنا في ازمة؟ كل واحد في حياتنا عنده زي ما بنقول كده ماستر سين، قصة تحول. حضرتك وكل ضيوفك اللي بشوفهم انا بتفاجئ من الحلقات، اللي كان مدرس وبقى العزيز يعني عمرو خليل، بقى نجم يعني اعلامي كبير وهكذا، وغيره وغيره يعني. لو في فعلا قصه حقيقيه ماستر سين في حياتي، فهي ان انا كنت من شخص يعني صحفي كويس مجتهد ماشي في مؤسسه كبيره ناجح، وفجاه بسبب ما الامور كلها تحدت، وكنت يعني طردت من مكاني. طردت وأقلت، وكل تاريخي الكي يعني اللي عملته سنين حوالي 12 سنة كانت في المكان، فجأة بقوا هباء منصورة ودون يعني وجدت نفسك في الشارع محمد. وجدت نفسي في الشارع، مش في الشارع كيعني حرفيا، لكن مجازا طبعا، بره دائرة العمل، بره نجاحاتك، بره انجازاتك. لكن الحمد لله برضو باللطف وستر ربنا انه كان في مكان تاني، بس مش اللي هو يعني بيرضي طموحك، او مش في المجال عموما يعني، يؤمن مصدر دخله لكن مش هو الاساس. وفجاه جت لي قبضه من المكان التاني ده من كل شيء، وقعدت انا قلت لما كنا في رمضان، قلت اروح اعمل عمره واكلم ربنا فعلا واناجيه وهو يشور عليا، لان انا مش مرتاح في الشغل ده، مش مجال يعني. ممكن تاخد فلوس من شغل انت مش مبسوط فيه، مش صحيح بتاعك، صحيح تعرف برضو الصحافة ده في الآخر طبعاً. يعني مش مهنة قد ما هي يعني موهبة ومحبة ورغبة. ففجأة بين يوم وليلة قررت أنا مش هكمل في الشغل التاني، مش هكمل في المكان التاني. ليه هو كده؟ رحت ربنا كلمته، كنت رحت العمرة، بصيت للكعبة كده وقلت يا رب أنت عالم بالحال،
انا قلت ايه بقى ربنا؟ كلمني عن حديثك وداخلي بقى في الوقت ده في اللحظه دي. قلت دي لحظه عمق اصلا. انا ما غلطتش يا ربنا وما ظلمتش حد، واللي اتعمل فيها ظلم وظلم كبير، وده ما يرضيش حد وما يرضيش ربنا، وانا نفسي دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. صحيح. دبر لي امري فاني لا احسن التدبير، وفقني واسترني وابعد عني كيد الاعداء. سبحان الله، ربنا الهم وانزل عليا سكينه كده غريبه جدا، والسكينه ان انا اسيب الشغل، يعني استقيل من كل حاجه. يعني هناك جمله مش اتخذت قرار انت هناك في العمر، يعني حتى قرار يعني في تناقض، سكينه في ان انت تسيب الشغل جمله مش متركبه. فدخلت لمراتي، فكانت معايا في العمر شريكه حياتي ونجاحي، يعني قلت لها انا هسيب الشغل، انت مجنون، انا هسيب اي حاجه، هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، ازاي كده؟ ربنا ان شاء الله يحلها. ايوه، يعني هنعمل ايه؟ فين الاجابه؟ ما فيش، هو كده، انا مش مبسوط وباخد فلوس كتير واكتر من اللي كنت باخده في الصحافه. ايوه، بس مش مبسوط، مش هكمل. فرصه ان انا يعني جيت كده ايه، كانه جبل وانزاح، وخدت قرار انك تسيب الشغل. فكلم الناس في الشركه، قالوا لي انت مجنون يا ابني، طب ايه البديل؟ طب احنا يعني عايزين نساعدك. طب ما فيش اي حاجه. طب هتعمل ايه؟ ما فيش اي حاجه. بتفكر في ايه؟ مش اي حاجه. بقعد على القهوه بس، مستمتع بحالة ان انا قاعد في الشارع حرفيا. انا بقيت قاعد في الشارع. وبعدين طبعا احنا عندنا التزامات، عندنا عملت ايه بقى؟ عندنا حاجات. فيش، ربنا يعني اكرم لي كده، تفتق زين. انا بحب المهنة اللي انا كنت فيها، وان انا صحفي شاطر، عايز اعمل مشروع وتجربتي الخاصة. ناس تقول لي انت مجنون، ناس تقول لي طب هتجيب منين انت، ناس تقول لي ده عبس وده ضرب من الجنون. فانا ما عنديش حاجه، انا حابب، ما عنديش حاجه ابكي عليها يعني حرفيا، انا قاعد صايع. فانا هجرب، وعشان حتى بيني بنفسي قلت عشان يعني اقول يا يا اشتغل واكمل، يا اما ربنا بقى، انا كلمته في العمره، يا اما ربنا يقفلها عليا بقى، اشوف بقى اي حاجه تانية بقى. نجحت له انت بقى في اللحظه دي؟ عملت ايه؟ سبحان الله. عملت ايه؟ ما فيش، احنا كنا يعني زملاء. ربنا يبدده من تدبيره وتيسيره انه يقفلك، زي ما يبقى في جانب قاتم، في جانب كويس، قفلك ناس تساعدك، جنود في الرحله. فتلاقي حد يساعدك، يقول لك تعالى اعمل لك مش عارف ايه من غير فلوس، طب انت معكش مكان، طب تعالى اديك مكتب كده اوضه. انت عايز تقول انك بديت الموقع بتاعك؟ بديت الموقع بدون مقر وبدون ضرب من الخيال. ولا واحد بيسيب شغل ثابت بمرتب ولا قوه عامله ولا اي شيء، ليه؟ للوهم والسراب. هتحقيقها؟ هحاول، مع اني يعني ما عنديش حاجه غير ان انا ايه، مصدق في حلمي، وزي ما بنشوف كده في الاغاني والروايات وفي الاعلانات رمضان الجميله، فمصدق بس ان انا هعمل حاجه، ولو ما عملتش حاجه يكفيني شرف ان انا حاولت وخلاص بقى، ربنا مش لايد يعني. ففي جنود في الرحله، حد يقول لك انا معاك، مع كده محبه، انا ما عنديش مثلا دومين هحجز لك مش عارف، بالخد الكريدت كارد بتاعي وبقى بدفع لما احلها ربنا، وما ياخدش فلوسه مثلا، اديك مش عارف مكتب كده تقعد فيه، فتقعد في الشارع، حاجات كده، لحد ما ربنا يلهمك التدبير والصواب وينزل سكنته، فتبقى يعني خطوة في خطوة في خطوة في خطوة، فيصير الرقم الحمد لله موجود ومؤثر، وبقى مكان كبير، فنجح تبقى فنجح الحمد لله. الغريب والمفاجئ، ودايما اللي بقوله طول الوقت، انه الموضوع كان مش منطقي، يعني في سبب ان يخليك ايه، ان انت مشيت من مكانك او قلت او طردت، يعني الموضوع كان انت شعرت بالظلم، فجأة لجأت بربنا، ربنا ألهمني وأنزل علي السكينة، مشيت في مشروعي، نجح، أو يعني إنجاز التعبير، وفق. في الغريب بالنسبة لي في نص الرحلة، إنه الشخص الذي يطردك يكلمك يقول لك مبروك، أنت نجحت، أنا عايز أبقى معاك وأشاركك وابقى معاك. فتضحك، ده الشخص اللي ظلمك. فتضحك ضحك، يعني تقول ازاي، طيب ده انت حتى ظلمتني، انت عملت كذا. فيقول لي احمد ربنا انا عملت كده، لو ما عملتش كده ما كنتش دفعت دفعا، لو ما كنتش ظلمك، يعني ده الدرس يعني. لو ما كنتش يعني ظلمت، ما كنتش حصل كده، ظلمت، ما كنتش بيت محمود مملوك وموقع 24 شيء، كنت زمانك موظف عادي وشخص عادي وبتاع وكذا. فضحك كلبك، يعني اللي هو انت مش عارف تضحك ولا تشكره، ولا دوك المفروض تشكرني،
ان انا عملت كده وانا دفعتك ان انت خدت القرار وهكذا. طب ما كان ينفع من غير ما من غير ما ازورك يعني. لكنه برضه فلسفه برضه. طبعا فلسفه منطق. وطبعا الامور لما بتبعد بتشوف تدبير الله. انا لا انسى ان في اليوم ده كنت مجنون وكنت بسعى ان انا اكلم ناس وعايز ارجع وبحارب ويبعدوني من مكان اخش. انت موجود في لسته ممنوع دخولك، انا عايز اخش بالعافيه. في حكمه ربنا ان كل ما هو يبدو شر كان خيرا كثيرا، كان عين الخير خيرا كثيرا. فدايما حتى بقول للناس انه بقيت بعد كده اداني اكثر هدوءا واكثر حكمه ورصانة، انجاز التعبير انه ربك بيشيل الخير. بقت الجمله الشهيره، ربك من المحنه بيديك المنحه، ودايما في كل عصر خيرا كثيرا. فاللي انت شايفه دلوقتي بتفكيرك القاصر الانساني البشري، لا، ده في حكمه الهيه مبعديه، في مستقبل نعرفه خير. عشان كده دايما ما بقيتش صدماتي وبقى حزني بقى قليل. ربما منعك ليعطيك محمود. الحمد لله. الكاتب الصحفي والصديق محمود مملوك، الكاتب الصحفي الشاب صاحب تجربه من 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 اهم التجارب في مصر والشرق الاوسط. رمضان كريم. الله اكرم استاذ احمد، شاكر دعوتك الكريمه، واتمنى اكون يعني ضيف خفيف على كل المستمعين برنامج الحبيب على قلب يكلم ربنا، اللي بشوفه يعني تجربه انسانيه وخفيفه الروح والعمق الانساني قبل الديني لكل المستمعين. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ.